ثلاث أبراج لا بتسامح ولا بتنسى ولا بتدي فرصة تانية. الأبراج ديت عندها ثقة في نفسها جدا، لأن هي عارفة لما بتحب بتخلص وبتقدم كل اللي ممكن يتقدمه أي واحد بيحب. الأبراج ديت أول حاجة برج الأسد، اللي لما بيتخان أو لما حد بيضحك عليه بيحس إن دوت جه على كرامته ومشاعره جامد، عشان كده بيقفل تماما وما بيديش أي فرصة تانية، ولأنه لما بيحب بيدي كامل الاهتمام والحب والإخلاص لحبيبته. البرج التاني برج العقرب. برج العقرب من الأبراج اللي ما بتحبش بسهولة، عشان كده لما بتحب بتكون مخلصة ووفية لحبيبها أو لشريك حياتها، لكن لما بيحس إن في خيانة من الطرف التاني بيتحول الموضوع لانتقام. البرج الثالث برج الحمل من الأبراج اللي ما بتسامحش ولا بتدي فرصة تانية، لأن هو لما أخد قرار الحب أو قرار الاعتراف بالحب كان القرار دوت بناء على مشاعر قوية فيه أو من